طيب خشوا بينا بقى على النوستالجيا، حيث الذكريات الحلوة والأحداث المميزة. زي النهاردة يوم 23 مارس، ولكن من العام 1937، ده كان يوم ميلاد كابتن عزت أبو الروس، وطبعا ده نجم من نجوم النادي الأهلي في خمسينيات وستينيات القرن الماضي. اللاعب اللي ابتدى مشواره الكروي بقطاع الناشئين بالنادي الأهلي سنة 51، ولعب الفريق الأول بداية من موسم 56-57 وحتى نهاية موسم 66-67. طبعا ساهم في فوز النادي الأهلي بثلاث بطولات للدوري العام، وبطولة لكأس مصر، وبطولة لدوري القاهرة. شغل منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي مرتين، المرة الأولى سنة 74، ودي الفترة اللي ظهر فيها جيل التلامذة اللي أعاد البطولات للنادي الأهلي من جديد، والمرة الثانية كانت في مطلع التسعينيات من القرن الماضي. أيضا شغل منصب مدير مشروع البراعم باتحاد الكرة عام 1992. طبعا بنقول كل سنة وحضرتك طيب وبخير وبسعادة يا رب. كل سنة وحضرتك طيب، وأكيد كل الأهلوية أكيد برضو يعني بيقولوا لحضرتك كل سنة وانت طيب، ومزيد ومزيد من التألق. بس احنا عندنا تاريخ تاني بقى برضو النهاردة، زي النهاردة برضو 23 مارس، بس بقى عام 97 كان ميلاد أحمد رمضان بيكرم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم النادي الأهلي، واللي بدأ مشواره الكروي بقطاع الناشئين بالنادي، وصعد الفريق الأول موسم 2016-2017، وانتقل بعد كده على سبيل الإعارة لنادي وادي دجلة، ده كان 2018، قبل بقى ما يعود للأهلي مرة أخرى مطلع موسم 2020-2021. وكان ضمن قائمة الفريق الأول زي ما احنا عارفين للنادي الأهلي، واللي فاز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية 2021. كل سنة وانت طيب يا كابتن، وبخير وسعادة ان شاء الله.